دائما في اطار الاجواء ديال الصيف وفي ظل الاضطرابات الناجمة عن تزايد الاعداد ديال الحالات الناجمة عن الاصابة بفيروس كورونا. الله يشافي الجميع والمرجو المزيد من اليقظة والحذر. تنتخطاو ان شاء الله هذه المرحلة الحرجة ونستأنفوا النشاطات ديالنا اليومية والمجرى ديال الحياة ديالنا العادي كما كان مقبل. إذا اليوم غادي نقوموا بواحد الزيارة خفيفة ظريفة لواحد جوج ديال القرى من أجمل ما يكون في المنطقة ديال سوس اللي هما البحر ديال إمسوان والبحر ديال لاسورس. انطلاقا من مدينة أكادير غادي ندوزو على أورير، قرية المعروفة بالموز البلدي والطواجن ديال الدجاج البلدي وديال اللحم، واللي ألد منها ما كاينش بيان سير. أنا راه ولد أكادير وعارف علاش كندوي. السلام عليكم معلم، بخير ديالك هادشي؟ عطيني عباك شي كيرونس فين؟ بلدي وطيب طيبة راه نتغداو بها. آه. الوقت ميتة معلم ياك؟ والله لا حاجة، هذا راه خضر، راه ما بغيتش أنا بغيت أنا طيب. أستاذ رد عليا الخبر، قلتي لي البلدي ما نهزش على تقليدي، ودوق قش عليك. خلي هذا صافي 16 درهم يلاه دوخ عليك دوخ عليك تبارك الله. هادشي بنين تبارك الله ديال البلاد هذا ماشي لا صغير ديال البلاد. باش كثمن؟ ها 9 درهم 9 درهم. كذلك غادي ندوزو، المهم في البدايه غادي ندوزو على البحر ديال لاسورس، ولكن ما غاديش نوقفوا فيه، غير غادي نصوروا كيفاش دايره الاجواء وكي دايره لوغانيزاسيون ديال لي غولاكس ديال لي باراسول، كيفاش كيعطي داكشي واحد المنظر جمالي اللي هو زوين مع الصباح يعني قبل ما يعمر البحر. اونسويت غادي ندوزو على البحر ديال ابودا في النقطه الكيلومتريه 25، يعني هو البحر اللي معروف بال 25. وغادي نستمروا في طريقنا في اتجاه مدينه الصويره باش ندوزو على البحر ديال ايمي وداف، ومن بعدو البحر ديال اغروت على بعد تقريبا واحد 30 كيلومتر على اكادير. بدون شك غادي تكونوا سمعتوا على كتبان الرمليه الساحليه ديال المنطقه ديال تمرين على بعد حوالي 50 كيلومتر من المدينه ديال اكادير، واللي هي اخر نقطه كيوصل لها الطوبيس. ما يمكنش نهضروا على طريق الصويره بلا ما نجبدوا طابوكا، هاد السميه اللي مالوغوزمون سينونيم ديال لي زاكسيدون، سينونيم ديال لي بان بالنسبه للحديد اللي ماشي يعني اللي ماشي شاد في راسو. بزاف ديال الناس كانوا فهمتي طوموبيلاتهم كانوا لقاو معاناه وصعوبات، منهم طوموبيلات ديال الوالد فاش كنا مازالين صغار، شحال من مره حصلنا في هذه المنطقه. دونك غادي نخليكم مع الصور وبدون شك غادي تفهموا شنو كنقصد. نحن الان كنحاولوا نتسلقوا الطابوكا، ها الطابوكا، ها اللي تيقول لك انا غادي تغلبني الطابوكا، مالا الطابوكا شكون كاع. واخيرا شوفوا معايا المنظر، فوالا دونك وصلنا لو سومي ديال ما يسمى او ما يدعى بالطابوكا، اللي مالوغوزمون وقعت فيها لاكسيدون الاخرانيه ديال
الناس اللي كانوا جايين من كازا كار اللي كانت توجه لطنطان واللي توفوا فيها 14 ديال الناس ولا اكثر الله يرحمهم. هاد البلاصه كنقولوا للناس اللي شادين الطريق تأني شفتوا في هاد المنطقه هادي ديال شهوره تاريخيا شهوره بزاف ديال الكسيد اللي هما مميتهم الانسان يعني يراقب السياره ديالو والحاله الميكانيكيه ويشوف في الطريق. فوالا دابا غادي نكملوا في اتجاه مدينه بن سوان داكشي اللي بقى لينا ما تغطلوش. حنا الان في جامعة ديال ام سوان ولكن ماشي للحق دونك قربنا للهدف ديالنا الى كملنا النيشان راه غادي نمشيو يعني تمنار ومن موراها سبيبو عاد الصويران والى درنا على اليسار راكم عارفين فين غنمشيو. مرحبا بنا في القرية ديال ام سوان واللي كتوفر على ثلاثة ديال القرى جوج منهم من أخطر من يكون اللي كيستعملوهم بزاف وما سيرتو صحاب ام سوان وما كنصحش بهم الناس اللي كيبحثوا على السلامة ديالهم ولكن اللي مشاو فيه هو اللي غادي نهبطو دابا. الحاجه الاخرى اللي معروفه بها نسوان هي السمك الشهي والشوايه. الاثمنه اللي بدون شك هي الانسب كاع المغرب. انا هادشي جربتو راسي اللي بغى يتغدى معنا مرحبا به في المطعم ديال جولو حسن راه كيعرض عليكم. غتكونوا دابا فهمتوا التراجي غادي نعاودوا نرجعوا من نفس الطريق اللي جينا منه باش نختموا النهار ديالنا في البحر ديال لاسوس اللي هو بالنسبه ليا من اروع واحسن البحوره في هذا الشريط الساحلي الرابط ما بين اكادير وتمري ذلك لانه مجموع محروس صغيور ومجهز بكاع لي زاكسسوار اللي ممكن تحتاجوهم. اذا كانوا عندكم وليدات صغار ولا ما عندوش فين يتلفوا العائله حتى هي كتجبر راحتها. نقطه سلبيه وحيده اللي نقدر نذكرها وهي الباركينغ اللي هو ما مجهزش وايضا الدخله ديال البحر اللي هي عباره عن دروج منحوته هكا بالجبل واللي شي شويه كتكرفس بنادم مع التراب ولكن مالغري هادشي كاع كانوا راه يستاهل حاولوا تجيو. جهة أخرى الشيء اللي ممكن نحييو عليه السلطات في
في جماعه ديال اكادير. هو كيفاش رجع الفيلاج ديال تغازوت، رجع من فيلاج اللي هو فوضوي، فيلاج اللي هو عشوائي، لواحد الباساج اللي هو نقي وزوين، كاين فينت ستاسيوني وكيعطي واحد الجماليه المنطقة. ولهذا البحر اللي ديال تغازوت اللي هو من اقدم واشهر البحار في المنطقه ديال اكادير. بالنسبة للناس اللي تفكر تخسر شي شويه ديال الصرف، عليكم باكادير باي، ممكن تلقاو فيه داكشي اللي كتقلبوا عليه. طريق العوده وخصوصا في فصل الصيف لازم تطرقوا للزحام وضعف البنيه التحتيه، خصوصا في الفيلاج ديال اورير، واللي ممكن تستغرقوا خلاله اكثر من ساعه ديال الوقت في واحد المسافه قصيره اللي هي ديال 15 كيلومتر باش نوصلوا لاكادير. لكن في انتظار يعني خطوات جريئه وملموسه باش يترقل هذا المشكل، لابد من التنويه بالعمل ديال رجال الدرك الملكي اللي كيقوموا بجهودات جباره باش ينظموا لا سيركيلاسيون في هذا الفيلاج اللي فريمون كما غادي تشاهدوا في الفيديو كتوصل لواحد الدرجه ديال الاختناق لا يوصف. ما نكونش طولت عليكم بالطرقان، خاصكم تعرفوا ان الفيديوهات ديالي بالدرجة الاولى كيفيديو الناس اللي ما عمرها ما شافت، داكشي علاش ممكن الناس اللي ديجا شافت تقدر تحس بشوية ديال الملل، فلهذا ما تبخلوش عليا بالكومنتيرات ديالكم والانتقادات البناءة اللي بلا بها ما يمكنش نافونسي ونزيد لقدام. من لابلاج ديال سيدي بوزيد كنقول لكم دمتم في رعاية الله وإلى فيديو قادمة إن شاء الله.